والمحبة للشباب المغربي وخدمة مشروع الرياض الوطني تحت إمرة توجيهات صاحب الجلالة الملك وحشي أبي عام القاوي. البطل الأولمبي محمد الأمين الشنتوف واحد اللي كان قوة يسلم له السيد عامر صاحب الجلالة هذا التذكار عادل الكوش. إذا مناصفة السيد عامر اللي هو عضون ديال المحطة والسيد عامر صاحب الجلالة يشارك معه قاعدة عن ممارسة العمل الرياضي الراسي تتلمذ على يديه المدير التقني أو بطل أحمد الزواوي واحد من رجال ديال إقليم العرائش عمالة العرائش مدينة العرائش. إنه الأستاذ الكبير الذي سنفتقده في الرياضة الراسية ولكن في الرياضة المدنية سيبقى حاضرا بحول الله الأستاذ حسن حسوس السيد الكاتب العام لعمالة العرائش يسلم له هذا التذكار. سي زواوي تفضل مع الأستاذ حسن. قلب هذيك